هاي، إزالة الغابات هي من أكثر الأنشطة يلي عم بتأثر على كوكبنا بشكل سلبي. بتغطي الغابات اليوم حوالي 31% من سطح الكرة الأرضية، وبيتم سنوياً إزالة 170 ألف كيلومتر مربع من الغابات بالعالم، وبيتم قص بمعدل 2400 شجرة كل دقيقة. تقدر الخسارة السنوية للأشجار بحوالي 10 مليار دولار. بيقدر العلماء إنه الوتيرة الحالية لإزالة الغابات ممكن تسبب انقراض البشر خلال 20 إلى 40 سنة اللي جايين. بدأت إزالة الغابات خلال العصر الحجري المتوسط لتوسيع أماكن السكن والصيد والزراعة، واكتشف الإنسان الخطر يلي بتسببه قبل الثورة الصناعية، والمتمثل بانجراف الأرض والطوفانات والفقدان السريع للخشب. الحرب لعبت دور مهم كمان بفقدان هالأشجار. مين قال إنه إزالة الغابات مرتبطة بانتشار عدد كبير من الأمراض والفيروسات، ومن بينها إيبولا، نيبا، HIV وكمان كوفيد-19؟ أنا قال. بشوفكم بكره.